وسهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الرشيد، قناه الرشيد ام الخير، ورجعنا وياكم على مدار سنه كامله بين اهلنا وبين ناسنا، نشوفهم ونسلم عليهم ونعطيهم الجوائز. همنا الوحيد احنا نشوف الناس ونسلم عليها، مو همنا الاسئله. طبعا عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، ومثل ما تشوفون اهلنا وناسنا، وراح نبلش وياهم نسالهم اسئلتنا البسيطه، واللي ركز ويانا يشيل له بهالمجمده، يشيل له بهالسبليت، يشيل له بهالشاشات، وبيكم خير وتدللوا. قناه الرشيد قناه كل العراقيين، وراح نكون بكل محافظات العراق ابتداء من بغداد. طبعا حلقتنا جدا مميزه وحلقاتنا كلها مميزه، حلقاتنا اعطيني مجال شويه مصورنا، حلقاتنا كلش مميزه برعايه شركه ارض الطور. ارض الطور هي اللي المصنعه الماركت اوكي اللي تعتبر من الجيل الخامس للاجهزه التكييف، كل احجام التكييف عندهم. وايضا نزول هاي السنه الماركت برنس للشاشات والغسالات والثلاجات، الشركه ارض الطور. ارض الطور تليفوناتها موجوده بالاعلان، تتصل بها ياثث لك البيت بالكامل. وبلشنا حلقتنا وسمعني يا حلو. السلام عليكم حجي. السلام ورحمة الله. شلونك؟ الله يسلمك. كل عام وانت بخير. ان شاء الله انت بخير وكل الشعب العراقي بخير. عيدك مبارك ان شاء الله. الله يسلمك صحة وسلامة. شوفك بالدنيا وام الخير قناة الرشيد بعد ويانا. والله معروفين انتم سباقين. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. بيش نسألك بالشعر، بالرياضة، بالفن؟ بالاغاني. اي اغنية؟ بس مو اغني. لا مو تغني. عربي ولا عراقي؟ لا عراقي يعني. عراقي؟ طبعا. ماشي. مال اهلنا. مال اهلنا. ياس خضر. ياس خضر. استاذنا وحبيبنا ياس خضر. الله يعطيه الصحة والعافية ويطول عمره وكل عام وهو بخير. إن شاء الله. تتذكر أغنيته تايبين؟ تايبين؟ إي. إي أتذكر. عافية عليك، كان يعيدوها هواية. فوق يا جسر غناها وبيا منطقة. أقربها عليك، هو مو جسر فوق نهر، جسر مشات. إي صح. إي. أتصور يم الصالحية. جسر الصالحية؟ جسر الصالحية. تعال ناوشني الهدية مال الحجي. ناوشني الهدية الخلاط مال الحجي. ناوشني الهدية مال الحجي. صفقوا له وفاز الحجي. شكرا. ارض الطور دزت لك هاي تؤمر امر. حراك حراك حراك. تفضل باشا، كل عام وانتم بخير. تعال يمين. شلونك اختي الغالي؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ الحمد لله. عيدكم مبارك ان شاء الله. قناه الرشيد بعد ام الخير، وراح نسالكم وتجاوبونا. متفقين؟ احنا الهدايا اللي تقال بالاسئله الصعبه واللي تقال على قول اختي زين، ودائما احنا بنهايه كل حلقه حسب توجيهات قناه الرشيد انه نروح على اي واحد يشتغل ومحتاج، اهم شيء يشتغل. ويكون حصته هو الجائزه كبيره. المهم شلونك يا حبيبي؟ نسولف؟ نسولف. نسال؟ يلا ركز وياي، خذ المايك شلعت قلبك. يلا باوع التماسيح متحضري لك. باوع التماسيح بس تغلط. باشا سؤالنا يقول رسول لم يولد، ما اجى للدنيا وتوفى، من هو هذا الرسول؟ سؤال جدا بسيط. إذا ما يعجبك أغير لك السؤال، بس لا تعطيني خيارات. رسول يعتبر رسول هو. زين؟ من ولد بس توفى، من هو؟ نغير السؤال؟ بس عمود المشاهد يعرف الحل. سيدنا آدم عليه السلام من ولد؟ صح ولا لا؟ بس توفى، مو صحيح؟ آخذ هدية أنا؟ آخذ هدية؟ لا ماشي. الله يهمك. اعطيني أكبر دولة بالعالم مساحة. احسب لك العشرة. واحد. أكبر دولة بالعالم مساحة. اثنين. أمريكا. ثلاثة. أربعة. خمسة. من قلت؟ علي صوتك. فرنسا أمريكا. لا لا تعدد، لا تعدد، لا فرنسا ولا أمريكا، بس علي صوتك. خيارات ماكو خيارات. واحد، بقعتك خمسة. اثنين. ثلاثة. أنطي المايك لأختي خليها تسأل. روسيا. ذكرك. هسه يلا تذكرت صحيح. بس بعد راح الوقت عليك. لا 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 راح اروح بس اصور عليه. يلا شلونك؟ الحمد لله. ثبت المايك قناه الرشيد وياك، راح اسالك وركز وياي. ابيك اسالك بالفن؟ اي يعني ها؟ يلا اسالك، وين شفتني اليوم اخر مسلسل؟ سؤال صعب. ما برمضان؟ بنا صالح. بنا صالح. عمي صفقوا له وفازت ويانا. اعطينا
السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. انت شلونك؟ انت بخير؟ كل عام وانت بخير. تليفونك موتنا عمي، سوي صامت. شلونك؟ عيدكم مبارك ان شاء الله. قناة الرشيد يا رب. ام الخير، راح نسالكم وتجاوبونا. تمام. ماشي، طبعا الغايه مو الاسئله، المهم شوفتكم. اخذي المايك. بيش اسئله تحكي لي؟ كيفك؟ انت بكيف؟ فن؟ ادب؟ عن الاكل؟ انا مو زين بالاكل. يلا عن الفن. عن الفن؟ خرجت اكاديميه. خرجت اكاديميه. ايه خرجت اكاديميه. حلو حلو. فيلم العراب. فيلم العراب. ايه. المخرج مالته شنو اصله؟ والابطال شنو اصلهم؟ وهو اصل واحد. مصري. ميو. والله اكاديميه شنو السالفه؟ فيلم العراب عرفتيها؟ هو مال مافيا. انتاج سبعينات. مو مصري. هو اطلع عراب مصري. درجه سبعينات. لا قرب لي. اي قرب لي. فيلم العراب اطلع من العراب. فيلم العراب هو فيلم انتاج امريكي بس ايه؟ المخرج ايطالي. الكابوني جماعه الكابوني. اي يوم انتجوا له مال العصابه. زين معروف. فن العراقي. اي فن العراقي؟ اي عن الخزاف فلان. السينما العراقيه. السينما العراقيه. مجموعه افلامها شقد؟ وبقالها شقد ان تدخل الرقم القياسي كسينما عربية؟ مجموعة افلامها شقد؟ بسيط كلش بسيط. مو اكاديمية. اي بس انت غير ليش الاكاديمية؟ عن قسمي انا. مجموع أي. مجموع الافلام هي 99. تمام. وصار لنا 20 سنة فيلم واحد منتجين. ما منتجين. اي ماكو افلام. بعد تمام غير جوي. لا ما يمس. ليش ليش يصير؟ انا حزافة قسم تشكيلي. فانطيني عن قسمي تشكيلي. حلو حلو. انت من المسوي التحليل. بس ركزي وياي. عامل تفوزي. تمام. نصب الشهيد. اي من سوا نصب الشهيد؟ مو مو ها انا ما اعرف. انت جاوبيني. عبد المشاهدين يحكمون. يعني ما اعرف والله. ليش ما تعرف؟ بس انا ما اعرف. سامحيني. غيره غيره غششني شويه. غيره يعني مو على ال على حوفي. لا مو على الدين. على الدين. لا مو على الدين. مصباح السحري. عادي بيش اسئلك عبد الفوزين رحمه لابوك. سلم الاكل. بالاكل بالاكل. اي شاطر. ماشي. بس ركز وياي. ركز وياي. يلا. ليش يحطون ثوم بالباميه؟ عم تنطيها طعم. هسه انت اثنيناتكم اجابتكم غلط. لا يعني اثنيناتكم اختلفتوا بالاجابه. لا انا ادري يعني ما يصير. زين ليش ما تجاوبني وبعدين اسالك؟ يلا جاوبيني انت. عم شنو؟ عم تنطيها نكهه. وبعد ما سامعين يقول لك الباميه شو تسوي؟ صف اقولها وفازت وياي. رابع معود. جاوبت على السؤال. دوقتي كل ساعة تقدرين. يلا ركزي عشان. يلا بيش اسألك؟ كيفك؟ انت كيفك شتي؟ ما اعرف. زين حسألك سؤال جدا بسيط. نهر نهرين بالعراق اللي هي دجلة والفرات. يصبن بمنطقة شو اسمها؟ القرنة. القرنة. معروف. ليش سميت القرنة؟ ميو. والله معلومة تقولي ما اعرف. عطينا المايك موتينا. يلا شكرا عيدك مبارك. السلام عليكم. تعليم عيدك مبارك. الله يسعدك. يا رب الصحه والعافيه. خلي لك هذا الحلم اجمعين. هذا كنا احسن فهم. اقول لك ايش سويت بخالد؟ مو خطيه. اختي الغاليه شلونك؟ عيدك مبارك. بالمسلسله؟ دمو يا غالي. ايش هذا؟ انا غالب. حسك الله. الله يبارك صالح. شلونك حبيبي؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. يلا تحيه لاخوي. عيد مبارك. ابو من؟ ابو ياسر. ابو ياسر. شلونك حبيبي؟ يا الله يسلمك. خليك دائما من الله. نسالك وتجاوب بس تركز وياي. اي نعم. قناة الرشيد ام الخير. يا اهلا وسهلا بك. وشركة ارض الطور جهزت لك هاي خلاص كلها. فتركز وياي من جنب وجهك بهدية حلوة. ان شاء الله. ماشي. ليش اسألك؟ عم تفوز. يعني مثلي مثلا. انت بكيفك انت؟ يعني افلام مصرية ومسلسلات مصرية. هذه مسلسلات مصرية. اكو كاتب وروائي معروف وقديم حاصل على جائزة نوبل مصري. منو؟ قديم. خاف. مو خاف. تعطيني جواب واحد. مو ما في خيارات. ما تقدر اختي. ممكن تجاوب. كبير بالعمر. مو هو وحيد ماخذ نوبل جائزة نوبل. كبير بالعمر. كبير بالعمر. اغير لكم السؤال. غير. زين. اللي حاصل على جائزة نوبل والاديب المصري هو نجيب محفوظ. في سامعين بيه. نجيب محفوظ عنده ثلاث روايات. اعطيني اثنين منهم. هاي رواية صورة. كل خمس سنين يجددوها. رواية يعني قصدك هذا رواية سواء مسلسل رواية قصة؟
نجيب محفوظ. ايه يعني اقول لك وحده منها. ايه راح اقول لك وحده. ايه؟ وحده منها اسمها بين القصرين، هذه معروفه، مثلوها المصريين، مثلها احمد مرسي الله يرحمه، وعده بعد ثانيه. والله شوي راح تختار الادب، شو اسوي لك انا؟ اي صحيح. يلا شكرا لحضرتك. الله يسلمك. ممنوع عليكم، مبارك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تفضل ماما. مرحبا. مرحبا. كل عام وانت بخير. عيدك مبارك ان شاء الله، يا رب صحة وعافية. الله يحفظك ويسلمك. هاي بنتك؟ بنت ابني. بنت ابنك؟ نعم. الله يحفظك. الله يسلمك. عيدك مبارك. عيدك. احنا اريد تشاركين ويانا. نعم. واريد نربحك فتركزين ويانا، بيش نسالك؟ شو يعجبك؟ اللي يعجبك على الفن. على الفن مطربين كيفك؟ فن العالمي العربي العربي العراقي اكيد العراقي العراقي. تمام ماشي. هاي العين الله يسلمك. وهاي العين. اكو مسلسل. نعم. اسمها مناوي باشا. نعم. ماخوذه من روايه. نعم. هاي الروايه بيا محافظه من محافظات العراق صورت؟ البصره. صفقوا لو فازت وياي. الله يسلمك. مدام. شكرا بقى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مستمرين ياكم مشاهدين الكرام، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك ان شاء الله يا ربي، وبيننا احنا وبين ناسنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. ها كليومكم صحة وعافية ان شاء الله. شلونك؟ زينة. حضرتك طالبة؟ تخرجت سنة 2020. سنة 2020 تخرجتي؟ اي. يا كلية شتي؟ جامعة المستنصرية. ها بالمستنصرية. شنو يا قسم وين؟ اعلام. ها اعلام؟ اي يعني صحافة. صحافة؟ اي. يلا يا مرحبا بيك. عيدكم مبارك ان شاء الله وقناة رشيد ام الخير. ركزي يا عم تاخذيه جاهز. تمام ان شاء الله. اوكي؟ اوكي. يلا عافية عليك، انت صحافة. اي. حلو؟ عددي لي اربع صحف عراقية قديمة مو جديدة. مستمرة. اربع صحف عراقية. اي. جريدة الصباح وش اسمها بعد؟ محافظة المشهورة اللي بها اسد. بابل. بابل عافية عليك. وبعد؟ بعد مال بعد اكو واحد يصيحوا له هارون. هارون شنو؟ هارون وشي. يا عيني عليك. وبعد؟ بعد ها حافظ جاهز انا. بعد مال البريطانيه. فضحت يا بريطانيه. حروف البريطانيه بعد. اذكري لي مجله مشهوره قديمه عراقيه تبدي بحرف الايه. مجله؟ اي مجله تبدي بحرف الايه وياها لام. ساره الجقيد ال وياها فاء. الف. الف شنو؟ عم الف شنو؟ الف باع صف وقولها. انت هسه تعينتي؟ لا ما تعينتي، قدمتي على تعيين؟ هسه احنا محتاجين العنصر النسائي بالمؤسسات مالتنا وبالذات الصحافه. اي ايش عجب ما تعينتي؟ ايش عجب ما يعني ما ثابرتي على التعيين؟ والله يعني قالوا لي ماكو، رحت سالت مو يعني اماكن وهاي ما حصلت. مو قالوا لي شيء، يقول لك ولكل مجتهد نصيب. التعيين صح. هذا شخصيتك راتبك مو صحيح؟ تروحين تاكلين ماما تاكل بابا، لازم تكون شجاعة انت صحفيه. صحيح. ماشي؟ نصيحه لكل الاعلاميين وكل اللي يدرسون الاعلام، اذا ما تسوي نفسك انت ما حد يسويك. صحيح. تروح وتتعنى وتسال وتثابر ماشي؟ صفقوا لو فازت وياي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك اخبارك؟ عيوني. شو اخبارك؟ نحمد الله وشكرا. الله يحفظك. الله يسلمك. ولك يابا قد نحكي. دي داهرني يا شلومي. يلا باشا شو اخبارك؟ بيش نسالك؟ قناه رشيد ام الخير تقول لك تؤمرنا امر. كيف؟ وشركه ارض الضر مجهزت لك سبالت وحتى بالسياره. علاوي؟ لا لا لا. صور لنا السياره، سياره ثلاجات ومجمدات، بدك تركز ويانا. يعني. ان شاء الله. طبعا هدفنا الاول والاخير مشاهدينا الكرام انه نزور كل من يشتغل وظرفه خاص منكم. ركزوا على بيدك. نعم. شو اسمه خلينا نحكي؟ احمد. عمك ذو النهار خلينا نحكي، خلينا نحكي ولا؟
ابو شاب شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ زين. وهاي الحلوه منين؟ بنتك هاي؟ اي بنتي. شو اسمك بابا؟ نور. هلا نور. اوه هاي منين الاخت؟ ليان. وش ليان شلونك؟ هلا ليان. زين المايك. ولك عينك خلينا نحكي طابوقه ماكو طابوق. ولك خلينا نحكي. راح اسالك وركز ويانا. ان شاء الله. ليش نسالك؟ كيفك؟ انت بكيفك. كيفك؟ انت بكيفك. كيفك؟ سالك على فين؟ على الرياضة على الحام والشلغم، احنا حاري. لا رياضة المقاوي بيها. على اساس بالفنتو. يلا ماشي. ان شاء الله. ولا يهمك ولا يهمك. أكبر دولة عربية من ناحية المساحة من هي؟ السودان. صفقوا له. مجابته غلط يا سودان. مو السودان خالد. مو السودان لا. ذاك عربية. يعني أدري عربية. وأنت وصلت أنت عندك عنده مصر وعندك السودان. أنا سألتك سؤال لا تقول لي خيارات. هي أيضا محسوبة على أفريقيا بس مو السودان. عربية؟ سعودية. إذا عربية سعودية. ليش مو اليمن؟ أنا أقول الحلة. أنت وين تاخذيها؟ هو سؤال. وطن العربي لو شو وين؟ وطن العربي. إيه؟ وطن العربي كم قارة؟ بي من آسيا مو؟ آسيا وأفريقيا. نعم. هي أكبر دولة موجودة بأفريقيا. أنت قلت لي منو السودان؟ هي مو السودان. بس أنت جاوبتك غلط والله العظيم غلط. نعم. عندك قرآن أحلف عليه؟ تقول لك غلط عمي. ليبيا. صفقوا له وجابته غلط. ما هو ليبيا عمي. من هي؟ من هي من هي من هي؟ لك تحكي؟ الجزائر. صفقوا له. الجزائر أكبر مساحة. ماشي؟ نعم. هسه أرد أربحك فركز وياي لأنه إن شاء الله. لشوف تماسيح قاعد لك تماسيح الله. تقصري تقول لك. عادي. وإحنا من نوصل الدقائق الأخيرة بالحلقة إحنا يعني نركز على سيل. بيش بعد أسألك شيء عجبك؟ كيفك؟ زين. شط العرب نعم ناتج عن التقاء دجلة والفرات نعم بأي منطقة اللي قرمة علي اللي هي القرم نعم القرن نعم صحيح قرمة علي واحد القرن واحد ليش أطلق عليها اسم القرن هي الجواب يقول لك أنت يعني نصف الجواب يعني نصف الحل من خلال السؤال ركز نعم. على السؤال تعرف الجواب بس لك كسلة سهلة نعم يعني هي كلمة القرن احكيها بالفصحى مو هي نفس القرنة عوف عوف كلمة التقاء ميو تقدر تحكي عوف عوف هذا قولها بالفصحى قرنة قولها بالفصحى القرنة الكاف سوي قاف ها الكاف سوي قاف شو تصير؟ ميو قرنة القرنة شيل الكاف سوي قاف قرن قرن مو قرن قرنة اي قرنة من الاقتران الاقتراني؟ اي نوبي يقول لي اي علمني الاقتران اقتران راح مال اهلك فيزيك يا صفا قول شلون اليوم؟ الله يسلمك يوم عيدك مبارك وعيدك ابني الله يعبد الجميع إن شاء الله قناة الرشيد أم الخير يسلم عليك الله يسلمك الله ويسلمها ويحفظ العراق جميعا الله يطول عمرك وشركة أرض الطور تخصكم بالسلام وهاي الهدايا كلها لكل العراقيين واليوم حلقة دلولة تبدي من العيد ونزور كل المحافظات إن شاء الله خلال سنة كاملة بإذن الله وقناة الرشيد أم الخير والله الله بالخير أخوي هذا وليدك يا رب الله يابا خلينا نحكي هذا من يمك بوق بوق البوق من عنده موتنا هذا يمه حضرتك وين ساكنه؟ احنا ساكنين منطقة الشعب. من الشعب؟ نعم. الله يعمر بيتك ان شاء الله. الله يسلمك. بيتكم ايجار ملوك؟ لا الحمد لله ملوك. يعمر بيتك ياخذ لك ان شاء الله. الله يسلمك. بالشعب وين؟ بس هذا عندي ترى بس انا وياه عايش بس. بس. والحج وين؟ الحج متوفي من نجا للدنيا. الى رحمة الله يا رب. الى رحمة الله. الله يسلمك. يمه. اني. حنسالك اسئلة بسيطة. معلوماتنا العامة. ان شاء الله مشاهدينا الكرام اخاف يشوفني هي اهم شيء ترى المشاركه هي احنا شفتش بالدنيا الله يسلمك مشاهدينا الكرام اخاف يشوفني صدفه سلح نفسك من معلومات عم تاخذ سنه تتفرج اسئلتنا كلش مو بسيطه ان شاء الله حضرتك ساكنه انت بالشعب نعم محسوبه على الوصال نعم ماشي ايش اسئلتك؟ شو يعجبك عم تربحك؟ شوف انت اللي سؤال اللي يناسب عمري
كلام حلو منطق من امنا الغاليه تقول سؤال يناسب عمرك. الله يطول بعمرك ان شاء الله. الله يسلمك جميعا. يما قبل كانت اكو السيارات بالعراق وخصوصا ببغداد معدوده. صحيح مو صحيح؟ صحيح خصوصا السيارات الشوفر. شايفتها؟ الشوفر نعم. ايش كانوا يسيحون لها قبل الشوفر؟ ناس يسيحون سيلبرتي. لا 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 مو تسعينات قبل جماعه كمال الشناوي. وين كمال الشناوي؟ ودي بس هسه انا اتذكرهن. هسه افلام القديمه مو شوفهن؟ لا والله ما انتبه كلش. والله ما تذكرين السيارات ومجناح؟ والله اشوفها انا مجناح اشوفها. راح تعرفي بس ما اعرف والله ما اعرف. ولا يهمك. يعني اذا اشوفها اقول هي حلوه بس ما اعرف ماركتها. زين اكو مطربه عراقيه. ايه حبيبه يعطيها الصحه والعافيه صديقتنا ان شاء الله وستنا هي اختها ممثله ونجمه معروفه امل خضير واختها سليمه خضير. يما في دول الحجيه صفقوا لي عمتي صفقوا لي علاوي علاوي راح تجيك الحجيه جائزه هناك جائزتك صدق لا تأمرين ويا الحجيه صورها من تاخذ الجائزه عمو يما في دول يما شلونك يا غالي؟ شلون صحتك؟ هذا وليدك ابو الاحمر؟ تونو طابوق ولك وخر خلنا نصور. اختي الغاليه شلونك؟ الله يحفظك. راح نسالك قناه الرشيد ام الخير ركز ويانا على مود تاخذ الجائزه بالتفقيد بس هاي مو جائزه اللي وراها. بيش نسالك؟ كيف؟ انت مش اللي عجبك؟ انت اللي عجبك. سؤال اسمعوا السؤال هذا مو السؤال الاخير اسمعوا هذا السؤال بس اللي يعرفه رجاء اللي يقول. السؤال يقول لك اكو سيارة هاي السيارة ألمانية يعني أوروبية درجة أولى أربع حلقات اللي هي اسمها أودي عافية عليك. وصلنا للسؤال، السؤال يقول شنو هي الشركات المتحدة بهاي السيارة؟ الماسترز وبيام. هاي اثنين بعد اثنين ماسترز وبيام وشوفر وكذا. إجابتك غلط. أنا ليش ركزت لك على ألمانيا؟ لأن هي الأودي ما طلعت برا ألمانيا. أنت قلت مرسيدس وبي إم صحيح. شكو واحد أكو ألماني شكو بعد أكو الأوبل بعد أكو الفوكس واجن هذين أربعة اثنين سوين الأودي. فأنت ما نجحت وياي وشرفنا صرف وقول عمي تحية لأخوي شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لنا المايك. نايم قاعد الله يحفظه ان شاء الله. اختي الغاليه شلونك؟ عيدكم مبارك ان شاء الله. الجميع ان شاء الله. كل قناه الرشيد تعايدكم. شرفنا بكم وكل هلا بكم والكادر واحلى قناه تعايد كل الشعب العراقي. الله يخليك ويسلمك. شو اخبارك؟ والله بخير. بيش نسالك؟ كيفك؟ انت بكيفك؟ بالطوبه. ما شاء الله اعطيك سؤال بسيط وبعدين نحاول على الطوبه. السؤال البسيط يقول رمضان شهر رمضان ابو الخير. ايش وقت يجي بالسنه مرتين؟ ايش وقت يجي بالسنه مرتين؟ كلش بسيط انا احكي السنه الهجريه. نعوف نروح على الطوبه؟ ايوه والله نروح على الطوبه انت جابك على الهجريه. ايوه باشا نسولف على الطوبه. اذكر لي لاعب مشهود بطوله. هو من امريكا الجنوبيه وقديم شو اسمه؟ بطوله؟ اي كولار لا انت اقرب لك اياها إيه؟ البرازيل من المنتخب البرازيلي. هو كان اول شيء بيلي. لا اسمه على اسم مؤرخ ومش سعودي هذا بحرف الصاد. هو شارك حتى بالحمله بس ذاك بالانتفاضه ضد شو اسمه البرازيل مع الشيطان. كان قائد الحزب. خليك تلاحقي له. ماكو مو دي ستيفانو. لا ستيف لا بالصاد بالصاد بالصاد. سقراط يا معود. سقراط صدق؟ ايوه والله فاز. والله سقراط. هسه اسالك غير سؤال لان خسرت بي. لا مو انا ذكرت حتى بالحمله وشارك. انت بنيتك صحيح قاعد وضمن الحزب. لا مو انا قارن. اي اذا فوزك شو يقول للعالم؟ سقراط والله قطع حق صح. يلا ولا يهمك. انا اسالك سؤال ثاني خلي تجاوب اختنا الغاليه علي. ماشي؟ مو مقيد الرياضه. سؤال جدا بسيط واختي الغاليه راح تجاوبين وهو حيقول صح لو لا.
ماشي؟ ماشي. اذكري لي مواليد زوجك وتاريخ زواجكم. مواليد عام 1985 3/12. عمرك جاي شايب اكبر مني. الله يعطيك الصحة. سابقا وسوى. زين. تزوجنا 2020/29/7. مضبوط؟ خل اسال عمه صحيح؟ والله هذا ما يكذب لا. صف وقول يا عمه فاز ويانا. رحم الله. فاز ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ يما شلونك؟ اهلا وسهلا حبيبي. بخير. هذا ولدك موتنا والله العظيم. قبل ما طار موتنا كله تمت علينا. كل عام انت بخير. وانت بخير. عيدك مبارك. ويومك سعيد. الله يحفظك. الحجيه تقول متابعني انت كلش. متابعك. صدق؟ متابعك من 2016 من سوى بك مقلب ويا كفر مدلل. حول 2016. 2016 بعت بيها. ايه. وسويت 10 ايام مع العصير قلت لهم هذا عصير اصلا هذا عادي شوفوا ثلاثه من هذا اصلا هو نفس العصير والله عمي حافظنا وعدت شعرك منه كان رخيص انا شو اقدر اقعد كان شعرك اي كفو اي من كنت بقدك انت قد عمرك 22 اي من كنت لا عشان اكبر منك راح اسالك سؤال ماشي هو يسار الحجيه من الساعده مملوكه شو تقول مساعده يبغى فيديو الملوكه مملوكه بخلصه تمن يلا راح نسألك سؤال يعجبك سياسي رياضي لو على الحام الشلغم رياضي بس تطلع ظهرك الماما ايه يلا رياضي ايه عاش تيدك راح اسألك سؤال اسأل اثنين سؤالات اثنين سؤالات اثنين اسألك بس تكون بهذا العصر رياضي يعني هذا العصر والمغرب وتؤمر امر زين تتذكر من فزنا على السعودية ايه 1-0 ابو ماما اسف ايه مو صحيح بس ركز على السؤال ايه لان هذا السؤال وراه اهم سؤال عم يعطيك جائزة حلوة ايه اللي رفع الطوبه وقوله ابو ذنون اول ها اول من محمد يا اخي ما دام انت ايش تلعب حديد تعال يلا اول من محمد هو صف وقول فاز جايه هاي الجائزه السؤال الثاني اسال السؤال هذا هذا هسه هاي بيها جائزه ترى ما حد جائزه يكون اول نعطيك الجائزه البسيطه وتعوف السؤال الثاني اي لو تخسرنا اثنيناتهم لا بغى اسمع السؤال اسمع السؤال الثاني اسمعه سمعه اي بس ما اجاوبك لا جاوب لا ما اجاوب لا ما اعرفه ما انا اريد افوزك اي اريد افوزك بجائزه التوب اي ركز وياي اي اكو اي ركز ابد لا تحشي لانه الحل بالسؤال مالتي تفضل بسرعه اكو ملاكم ملاكم قال اذا افوز اعلن اسلامي وهم محمد علي كلاي باوع له وقت وهم اسمي نفسي اسم عربي مايك تايسون صفوا قولوا وفاجوا يعني صفوا قولوا ايش بكم دفعه علاوي بالمناسبه مايك تايسون عنده افلام هواي ومثل فيلم باتمان ذا دارك نايت عمي ما هذا ولد موسوعه والله وسألني اسئله رياضيه بعد اسالك اسئله رياضيه اي بس هيك اول مره بعد حضرت لك جائزه قناه رشيد والله تعال والله تعال هاي جائزتك والله تعال والله يحفظك ويحفظ لك الحجيه هو علواء شباب شبابنا الحلوين علواء معلوماتكم قويه مثله الله يعمر بيتك وزفوه سووا له زفه في مال يا رشيد تعنينا وعفنا بيوتنا وجينا مشاهدينا الكرام وصلنا لكم نهايه حلقه هذا اليوم اكو ناس توفقوا ويانا طبعا مو هذا الهم همنا الوحيد نزرع الابتسامه كل عام وانتم بخير كل قناه رشيد وكل القائمين على قناه رشيد يخصكم بالسلام وايضا شركه ارض وطور اللي راح تكون ويانا لمده سنه كامله ويانا نوزع الخير نوزع الهدايا لكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير وانتظرونا باكر مع السلامه